مرحبا يا جماعة، اليوم قررنا إيش نفتح؟ بقالة اليوم الوطني. أيوة، قررنا نفتح بقالة اليوم الوطني. طبعا بقالة اليوم الوطني هذه مكوناتها، بس وش راح نسوي فيهم؟ راح نجهزهم هدايا وتاخذونها وين؟ مدرسة. تاخذونها المدرسة وناخذها معنا إذا رحنا وين؟ تدرون بكرة راح نروح نشوف الألعاب النادية؟ طبعا تومي تعال تعال تعال، شوف تومي صبغنا شعره اخضر. الله يا تومي مره حلو. يعني الحين بلون لتومي على وجهه. تومي ايش تبغى ارسم لك على وجهك؟ علام. يلا طبعا الحين باخذ لون، لون اخضر. يلا تومي، بسم الله. شوف الملف، الله شو الرسمة الحلوة والشعر الأخضر. الله يا سلام تومي انت مرة حلو. حلوة شو تسوي؟ لا ما في كذا، والله حلوة بس ما في. تعال حضرتك عوالي ارسم العبودي. يلا لف 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 عبودي. طبعا اول شيء كذا رسمت لتومي وعبودي. اي احلى رسمه، تومي ولا عبودي؟ شوفوني ماما، شوفوني يا جماعه. وهذه رسمه فصولي. فصولي يقول اكتبي لي محمد بن سلمان على خدي. حبيبي وجهك يعني وجه مو دفتر. والحين شو مسوي الفصولي؟ كل شعره يصبغ شعره اخضر. لا شويه وش كله. طبعا الحين فصل جاهز. لا بعد ابغى مني بمشي. فصل جاهز. طبعا هذا بخاخ لون اخضر. تك شوف رسمه فستوري خربها بلدي. لف يلا الحين بنصبغ الفيصل شعره. هذا بخاخ لون اخضر. يلا فصل جاهز. نزل نزل راس. يلا جاهز. يلا يلا فيصل. 1 2 3. خلاص اشوف فستوري. يلا بنصبغ شعر عبودي. عبود جاهز؟ يلا تعال يا جماعة. طبعا شوفوا عبودي الحين بيورينا فكرة كيف نسوي توزيعات مرة حلوة من هذه الشيئين، ثيم النخلة مع هذا الشوكلت. ورنا عبودي كيف راح نسوي. يعني بناخذ ثيم وتحديه هنا فوق. الحين عبودي بيسوي لنا واحدة. يلا ماما ناخذ نخلة واحدة ونحط فيها لزق ونحط الشوكلت هنا. اشوف الله ما شاء الله يا عبودي، وش الافكار الحلوه. تدرون هذه فكره عبود مره حلوه. فكرتك عبود فعاليات حلوه وجذابه. طبعا شوفوا عبودي ما شاء الله عليه قاعد يجهز توزيعات اللي بياخذها معاه للمدرسه. والله شو الشعر الاخضر الحلو يا عبودي. يا جماعه شوفوا هذه اللي خلصناها عينكم على العدد. يا جماعه عبودي ايش اكثر شيء عجبك؟ صدق حلاوه البكله. حلاوه البكله. وهنا هذه وهنا احلى ستايل في اليوم الوطني ستايل تومي. طبعا توزيعاتنا هذا هي جهزت. شوف شكلها كيف. الله يا سلام ايش رايك؟ انت والله الحلو. يلا تومي هيني فصل يتجهز عشان وين نروح؟ عشان نطلع نشوف احتفالات اليوم الوطني. الحين ركبنا السيارة عشان نروح نشوف احتفالات اليوم الوطني. عبود فصل متحمس؟ عبودي اشوفك وينك؟ المطعم المفضل هنا. جينا للمطعم المفضل عند فستوري. فستوري طلب له ينتظر ياخذ الفاتورة. هذا طلب فستوري. فستوري متحمس. يلا خذ فاتورتك. يلا وروح الحين اخذ الطلب من هناك حبيبي. فستوري ينتظر ياخذ طلبه.
طبعا فصل الوجبه المفضله عندك. خلنا نساله فيصل. السلام عليكم، ايش الوجبه المفضله عندك؟ وجبه. ايش الوجبه؟ يعني ايش اكثر شيء تحب؟ البرجر، البيتزا، شاورما. سالناهم اذا عادي ناخذ بسبوسه بدل البراوني، قال لا لازم بسبوسه. فصولي تحب البسبوسه؟ هنا صار فصولي بيخلص وفصولي بياخذ الطبق. يلا فصل خذا. يا ايش اسم وجبتك؟ وش اسمها؟ شاورما. امي فصولي حلوه قلنا شكلها. شوف ما شاء الله تبارك الله. بالعافيه حبيبي، ما شاء الله تبارك الله. ما شاء الله تومي عبودي، ما شاء الله تبارك الله. كلهم برجر. تومي عبودي، تومي ايش وجبتك المفضله؟ ايش اسمها يعني؟ برجر، شاورما، بيتزا؟ برجر. عبودي ايش طبقك المفضل؟ يا عمري ماما سؤال، قلتوا بسم الله؟ بسم الله. إيه لما نجي ناكل لازم نقول ايش؟ بسم الله. اذا نسينا نقول بسم الله ايش نقول؟ مدد. اذا نسيت ايش تقول؟ مدد. اذا نسينا نقول بسم الله في بداية الاكل وتذكرنا في نص الاكل، عبودي ايش نقول؟ بسم الله اولا واخرا. حبيبي بالعافية. Yeah.